نحن اليوم بجبال لنجرب كاميرات التليفون الفانتوم اكس الأمامية والخلفية بالصور الثابتة وبالفيديوهات. رح نعمل جولة كتير حلوة بالمنطقة، خليكم معنا. بيبلوس أو جبال هي تعتبر من أقدم المدن المأهولة بالعالم، يعني في مدن كتير تاريخيا كانت موجودة اختفت ورجعت تعمرت، بس مدينة بيبلوس تحديدا من أقدم المدن اللي ظلت على مر التاريخ مأهولة بالسكان من تقريبا من حوالي 6-7000 سنة. وكيف ما تفتلت بالمدينة بتلاقي البيوت التراثية والبيوت اللبنانية الحلوة القديمة كتير، كنائس، المساجد، منطقة كتير رائعة. نحن باي ذا واي عم نصور هلأ بكاميرا الفيديو للفانتوم اكس بوضعية الالترا وايد لجرب وصلكم يعني اغلب من الشاهد اللي انا عم شوفها قدامي. كيف ما برمتوا بالمدينة بتلاقوا أثارات تاريخية بيزنطية، إسلامية، رومانية وفينيقية. هلا رح نفوت على قلعة جبال. قلعة جبال هي عبارة عن كذا حضارة معمرة فوق بعض. إذا بدكم عنا الحضارة الفينيقية، الحضارة الرومانية، البيزنطية، الإسلامية والصليبية. يعطيك العافية. هلأ فرصة بما أنه في عتمة أنه نجرب النايت مود بالتليفون.
بعد ما خلصنا مشوارنا. بس هيدا فيديو بالكاميرا الامامية للهانتوم اكس. مثل ما عم تشوفوا دايناميك رينج منه الافضل. صحيح وجهي مبين بكل وضوح، بس ليقدر يبين لي وجهي بكل وضوح عم بتكون تقريبا الخلفية واشت اوت او نهائيا تقريبا منها مبينة لانه الشمس كتير قوية. خليني اوطي شوي بركي بتزبط اكتر. اوكي، المنطقة اللي فيها شمس اخف او ضوء اخف بتلاقوا دايناميك رينج كتير احسن. ورح امشي هلا لتشوفوا ثبات بالصور قديه. اوكي، هلا رح نترك هذا البرج وننزل نكفي مشوارنا. هذا تصوير بكاميرا الامامية الالترا وايد بالفانتوم اكس. تخيلوا معي قد ايه كانت حياة الجنود اللي كانوا بهيدي القلعة حلوة لما كانوا يتطلعوا هون. البحر كله وراهم، فيو بعقد. هيدي رح امشي شوي لنشوف الستادي شوت كمان بالالترا وايد قد ايه في ثبات بالصورة. خبروني كمان شو وضع الصوت. دايناميك رينج الشمس ما بخبركم قد ايه قوية، قد ايه في شوب، بس المناظر اللي عم نشوفها بينسوك كل التعب اللي عم تتعبه. واكيد اكيد رح ينسينا اكثر التعب هو اللايكات والسبسكرايبر، ف ميك شور تنسوني تعبي. استعدوا معي تشوفوا هالفيو اكثر من رائع. منطقة المتن كسروان كلها وراي، المدينة الفينيقية القديمة، فيو سوبر روعة. هاي المنطقة اللي عم نشوفها هلا هي المدينة الفينيقية القديمة بجبال. هيدا البيت اللي عم نشوفه بالزاوية هو من أقدم البيوت بمدينة جبال، اللي هلا عم يترمم ليفتتح بعدين كمتحف بيجمع بين الماضي والحاضر. هيدا خليج جوني عم نشوفه بالأفق اللي هو من أجمل ما يكون. اكيد اكيد ما فيكم تجوا على جبال الا ما تاخذوا برمي بالسوق القديم اللي هو سوق تراثي، سوق تاريخي، شو ما بدكم تسموه سموه، سوق اكثر من رائع. من البابات للمطاعم للكافيات لمحلات سوفينير، كل شيء قديم خاص بلبنان ممكن تلاقوه هون. على الرغم من كل الأزمات اللي عم بعيشها لبنان، المدينة بعدها عم تنبض بالحياة. لأنه بطبيعة الحال اللبناني بحب يعيش.
بالنهاية بتمنى تكونوا حبيتوا هذا الفيديو. مثل العادة ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد أنا عم أقدمه. انطروني كمان قريبا بفيديو جديد بمنطقة جديدة بلبنان مع تليفون جديد وتجربة كاميرات جديدة. كان معكم بلال رمضان، شوفكم بفيديو الجاي.